المطالب بتاعنا راهي مطالب خاصه بالجهه خاصه في طب الاختصاص، معاش نحبوا الحقره لهالولايه هذه، راهم يحقروا فينا. ماهوش معقول ان 24 ولايه فيها طب الاختصاص تقعد الولايه هذه ما فيهاش لا شينيكو لا تجنيد لا توليد لا جراحه لا عظام لا اشعه لا اشعه. راه ماهوش معقول باش واحد يهز مريض من هنا المدنيه وساعات المدنيين ما يقبلوناش ما يقبلوش انا بالكل. مشيت المدينه نهار اثنين نلقى ثلاثه طب نتاع اشعه معناها خطي شنوة وطبيب عربي اربع معناها في مستشفى ومستشفى ما يكتبش حتى واحد. علاش علاش تطاوين ما فيهاش الوقت طويل علاش علاش تطاوين ما فيهاش الوقت طويل علاش علاش تطاوين ما فيهاش الوقت طويل.